السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا تكشيطة بالتوب ديال التليجة مخدومة بالتعصاب بالليد وبزواق المعلم، يعني تكشيطة الوينات فيها كما كتشوفوا راقيين ورائعين. وحتى الثمن، توا نقصنا من الثمن ديال التكشيطة هذه. بالنسبة للثمن ديال هذه كانت كدير 2000 درهم، دابا دايرة 1500 درهم، يعني التخفيض في الثمن. يعني كما كتشوفوا تكشيطة بالتوب ديال التليجة، تليجة باللوينات مخدومة بالتعصاب بالليد وبزواق المعلم. بالنسبة للقفطان، التحتاني، راه بالتوب ديال الكريب، التوب ديالها كريب، دوس وحرير، كاليتي مزيانة ديال التوب، ديالها راه حرير. حتى لو بغيتي تلبسي غير قفطان بوحدو، التحتاني راك تلبسيه بوحدو، عندو الفتاحي في الجناب بالعقاد، مسدود بالعقيدات، والفوقاني التوب ديال التليجة. يعني راه مخدوم عامر، هي خدمة فيهم دوبلة وبالتعصاب، يعني خدمة فيه راقية. هاد الثمن هذا يعني ما هو حتى الثمن ديال الخياطة، يعني الخياطة راه فايتة 1500 درهم. حنا اليوم بغينا نتعاونو مع الكليان ديالنا، يعني درنا ليها 1500 درهم، من بعد ما كانت دايرة 2000 درهم، دابا 1500 درهم. اللي باقيين فينا عندنا موديلات اخرين غادي نشاركهم معكم. اللي بغيتي هاد التكشيطه هادي غادي تشوفي العبار ديالها. بالنسبه للعبار ديال هاد التكشيطه، عندنا في الكتاف 40، وفي الطول ديال الكم 61، الصدر 31، والحوض 32، والطول مترو و60، الطول ديالها مترو و60، الثمن ديالها 1500 درهم. إذا كان العبار كيناسبك غتواصلي معنا في الواتساب، غتسكرينها وصيفطنا في الواتساب. بالنسبة للإرسال، راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب أو خارج المغرب. إرسال راه كيجيبوك حتى للدار. كما كتشوفوا الخدمة ديالها متقونة وراقية بالتعصاب، اللوينات فيهم راقيين، لا ديال التعصاب لا ديال التوب ديال التليجة، والتحتاني التوب ديال الكريب، حتى هو راه مطروز فيه زواق المعلم ديال الماكينة. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكالة. غندوزو دابا الموديل واحد اخر. عندنا هاد الموديل هذا حتى هو بالتليجة، باللوينات، حتى هي مخدومة بالتعصاب وبزواق المعلم، بالنبتة بالعقيق بالحجر، ونفس الثمن ديال التكشيطة الاولى، يعني 1500 درهم، من بعد ما كانت دايرة 2000 درهم، دابا 1500، يعني تقريبا 150 فرانك او 150 دولار، 150 اورو. كما كتشوفوا منبتة بالعقيق بالحجر، عندها حتى هي الفتاح في الجناب. القفطان التحتاني توب ديال الكريب، دوس وحرير، كاليتي مزيانه، مخدوم حتى هو بالتعصاب بالليد، وفيه اللوينات. والفوقاني كذلك راه مخدوم بزواق المعلم ديال الماكينه، ومنبت بالعقيق. بالنسبه لهاد الكاش بجوج اللي دوزنا، يعني راه كيلبسوا اكس ال ودوبل اكس ال. اللوينات كما كتشوفوا ديال التكشيطه راقيه ورائعه، الثمن ديالها 1500 درهم. يعني هاد 1500 درهم، يعني ما هي يعني راه ماشي الثمن ديال الخياطه، راه فيها 1500 درهم. احنا درنا التخفيض، كما كتشوفوا الخدمه ديالها راقيه ورائعه. توب ديال التليجه، باللوينات، مخدومه بالتعصاب بزواق المعلم، ومنبته بالعقيق بالليد. كما كتشوفوا الخدمه ديالها راقيه ورائعه. ندوزو العبار ديال هاد التكشيطه هادي. كما قلنا راه كتلبس اكس ال ودوبل اكس ال. كتاف عندنا 37، الكم عندنا 61، عندنا في الصدر 29، والحوض 31، والطول مترو و60. الارسال داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب، يعني راه كتجيك حتى للدار. الثمن ديالها 1500 درهم. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. حتى اللي بغيت تلبسي غير القفطان ديال هاد التكشيطه، القفطان بوحدو التحتاني، راه التوب ديال الكريب يمكن تلبسيه بوحدو، عنده الفتاحي حتى هو في الجناب. التوب ديال التحتاني راه كريب، دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال التوب. حتى اللي بغيت تلبسي غير القفطان بوحدو راه عامر، يعني راه تلبسيه تستغليه بوحدو، وتستغليه حتى مع التكشيطه مع الدفينه الفوقاني ديالها. كما كتشوفوا الخدمة ديالها راقية ورائعة، واللوينات حتى هما راقيين ديال التكشيطة، والخدمة ديالها كما كتشوفوا راه مدوبلة ومنبتة بالعقيق، وفيها التعصاب ديال الليد.
العبار ديالها راه كما قلنا كتلبس الال ودوب الاكس ال، يعني اللي عجبتك غادي تسكرين ليها وتصيفط لنا في الواتساب وتواصلي معنا في الواتساب باش ان شاء الله نرسلوها لك فين ما كنتي، كتوصلك حتى للدار سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. ندوزو لموديل واحد اخر، عندنا هذه حتى هي بالثوب ديال المسلم مطروزه بزواق المعلم، يعني بالتعصاب بالسفيفه، والتحتاني ديري لها الثوب ديال الكريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. بالنسبه للثمن ديال هذه حتى هي درنا لها التخفيض، يعني كتبقى ب 1200 درهم، الثمن ديال 1200 درهم تكشيطه. التحتاني ديالها راه الثوب ديال الكريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. حتى بغيت تلبسي غير قفطان بوحدو التحتاني، يعني راه تلبسيه وتلبسي مع الفوقاني راه كتلبسيه. بالنسبه للقياس ديال هاد التكشيطه، هادي حتى كتلبس ال ودوبل اكس ال حتى 3 اكس ال، يعني الطاي ديالها كبير شويه. هادي الفصاله ديالها راه ايفازي كما كتشوفوا الخدمه ديالها، يعني بالطرز وبزواق معلم ديال الماكينه، والتحتاني بزواق معلم حتى هو ديال الماكينه، الفوقاني راه بالتعصاب، هذا التعصاب ديال الليد. الثمن ديالها كدير 1200 درهم، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكالة، كما كتشوفوا اللوين ديالها، اللوين ديالها راقي ورائع. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائدة على الجميع. ما تنساوش تخليو لنا التعليق او ضغطوا على زر الاعجاب كتشجيع لنا باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال التكشيطه وديال الجلابه. يعني في الفيديو القادم ان شاء الله غنشارك معكم جلابه بالثوب ديال الثليجه، يعني حتى هي دايره لها تخفيض، يعني جليبات راقيين ديال الجلابه دو بياس بالثوب ديال الثليجه وفيهم حتى ما تعصب وبالطرز الرباطي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. ما تنسوش كذلك تخليو لنا تعليق وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كما قلنا هذه الثمن ديالها 1200 درهم، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. الى عجبك شي موديل من هاد الموديلات غتسكريني وتصيفط لنا في الواتساب وتقول لنا بغيت هاد الموديل هذا وتعطينا العنوان ديالك وحنا راه كنرسلوه لك، يعني فيما كنتي سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب، يعني راه كتوصلك حتى للدار. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.